حديث أكثر ينضم معي عبر الهاتف الأستاذة ندى الجاسر مدير التوطين بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالموارد البشرية. بداية أستاذ ندى أهلا بك، يعني لعلك تحدثين عن أهداف القرار وأيضا يعني أبرز شروطه. أهلا حياكم الله أستاذ المشاهدين. قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقته وزارة الموارد البشرية في بداية الربع الثاني من عام 2020. هدف هذا القرار يأتي لوضع خط الأساس في توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن ثلاث تخصصات رئيسية كما أشرت، وهي تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل ووظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإضافة لتخصصات الدعم الفني. وكما ذكرت يطبق القرار على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر ضمن التخصصات المستهدفة. أبرز شروط القرار: القرار اشترط أن لا تقل نسبة التوطين في المنشأة عن 25% في التخصصات التي تمت الإشارة إليها. كذلك القرار حدد الأجر المحتسب ضمن نسبة التوطين للعامل بحيث يبدأ من 7000 ريال لوظائف البرمجة والتحليل وهندسة الاتصالات و 5000 ريال للوظائف الفنية. طيب، يعني تأثير القرار أستاذ ندى على مشاركة السعوديين في المهن المستهدفة تحديدا؟ كما أشرت أطلق القرار في بداية الربع الرابع، منحت وزارة الموارد البشرية فترة 9 أشهر للمنشآت للامتثال لهذا القرار قبل دخول حيز التنفيذ اليوم. طبعا وزارة الموارد البشرية رصدت خلال تلك الفترة أعداد السعوديين الداخلين لسوق العمل ضمن التخصصات المستهدفة بالقرار. بلغت منذ إصدار القرار حتى اليوم قرابة 8600 عامل سعودي. طبعا بمقارنة دخول السعوديين في هذه المهن المستهدفة بعد إصدار القرار بالفترة ما قبل إصدار القرار، لاحظنا ارتفاع في دخول السعوديين في المهن المستهدفة بنسبة 34%. طيب، كم هي الوظائف المستهدفة في يعني كتوطين للمهن في القطاع الخاص؟ النسبة المحددة للقطاع الخاص 25%. طيب، كم عدد الوظائف المتوقعة يعني من عملية التوطين؟ القرار أصدر ب9000 فرصة ويوفر 9000 فرصة وظيفية حققنا منها 8600 بإغلاق بيانات الربع الثاني، متفائلين بالتحقيق المستهدف وما يفوق المستهدف بإذن الله. طيب، البعض يتحدث أستاذة ندى أنه يعني 25% يعني قليلة في قطاع يعني مهم ويعني قطاع يكثر فيه الأجانب. لعلنا نشير أن النسبة المحددة هي 25% تبعا لنوعية الوظائف في المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر. النسبة هذه تتأثر بنمو الوظائف في سوق العمل، وهي ليست نسبة، يعني المستهدف المتولد من هذه النسبة هو متغير في نمو الوظائف. طيب، أشكرك أستاذة ندى الجاسر مدير التوطين في قطاع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، شكرا لك.